بسم الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر جل جلاله وعظم سلطانه وعم نواه. ربنا أهلنا إلى زيادة محبة لك، وأذن لنا في زيادة القرب والارتقاء نحو جنابك يا كريم يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على الأوباش الملعونين تمام اللعن. أنا قبل ما نمشي للآية الثانية التي ذكر فيها البروج، أي الكل على الصراط القلة، أنا أقول أصبحت من البرق وبرق، والآخرين من رازحين يطلع ويهبط إلى الجحيم يصعد، وهذا زيادة عذاب قبل ما يتم وجوده في بوفردة اللي عذابها أقصى عذاب، وبرحمة من الله لا زيادة في هذا العذاب، بل تبدل جلودهم كلما نضجت. نسأل الله السلامة. نعود وننظر إلى بعض آيات تصب لنا ما كان عليه أبو الأنبياء عليهم السلام، سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، ما كان يصدر عنه من حسن كلام في حضرة الرحمن، وكيف كان يشهد شهادات حق. الآن أغلب المسلمين وأغلب اليهود والنصارى في الخسارة، لا واحد منهم يرتقي إلى مجرد فهم قليل لهذه الابتهالات الإبراهيمية على أسيادنا الأنبياء عليهم السلام. كل نعمة وكل صلوات بهية والسلام على من أراد السلام.